مين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من اوغندا العاصمه كامبالا الاهلي وكامبالا سيتي. مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، المؤازره مستمره طبعا من سفرتنا المصريه، كل طبعا المشاركين طبعا هنا او المتواجدين والجاليه المصريه كمان المتواجده ان شاء الله تكون موجوده وحاضره في الملعب. بيسعدنا وبينضمنا في هذه اللحظات طبعا سفيرنا الكبير الاستاذ طارق سلام سفير مصر في اوغندا، برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وان شاء الله اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. الله يخليك، انا كمان برحب بيكم في اوغندا، برحب بالنادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق ومتفائلين انكم ترجعوا منصورين باذن الله. دورك النهارده بالنسبه للتدريب الاول للنادي الاهلي هنا في احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه، ده يمكن بينعكس على اللعيبه على الجهاز ان في طبعا سبورت كبير، وده كالعاده اللي احنا عارفينه من سفاره مصر هنا في اوغندا. الحقيقه النادي الاهلي سفير لمصر، جاي يمثل مصر في مهمه قوميه، نجاحه وفوزه بيرفع من شان مصر، واحنا هنا في خدمه مصر والمصريين، فاعتقد شيء طبيعي اننا نبقى موجودين معاهم في ظهرهم، نتمنى لهم الفوز، وده يسعدنا ويسعد جمهور مصر كله بجميع انتماءاته. هنا عندنا بقول لحضرتك جاليه فيها زملكاويه وفيها بورسعيديه وفيها اسماعيلاويه وفيها اهلاويه طبعا، وكلهم ورا النادي الاهلي النهارده لان ده ماتش بيمثله في مصر، ان شاء الله يرفعوا اسمها عالي باذن الله. الملعب اللي احنا بنتدرب عليه برضه عايزين ناخد معاك شويه معلومات عنه، يمكن الارضيه عارفين الارضيه هنا بتبقى صعبه في افريقيا شويه، لكن ده يمكن قريب شويه من ملعب مانديلا اللي يقام عليه المباراه يا طارق بيه. الحقيقه ده احسن من ملعب مانديلا، ده احسن، ده تبع مدرسه خاصه، يمكن يعني اعتقد الارضيه هنا احسن شويه، ولكن ملعب مانديلا ملعب حديث مش عارف تتمرنوا عليه بكره ان شاء الله تقدروا تحكموا عليه، وهيبقى في اقبال على متوسط على المباراه لان المباراه في وسط الاسبوع، ده نادي مش دوله، يعني مش اوغندا اللي بتلعب، ده نادي في بيلعب، فنفس مش نفس الاقبال هيبقى موجود، اضافه لان الاسعار بتاعه التذاكر بتحط حدود شويه على العدد اللي هتشارك، وده كله في مصلحتنا ان شاء الله النادي الاهلي الجاليه تكون في ظهره وتشارك وتقدر تشجعه ويخرج من هنا فايز المباراه ان شاء الله. بس من خبره حضرتك برضه بتكلم على الشعب الاوغندي او الجمهور بالذات، هل في تعصب جماهير متعصبه ولا جماهير وفيه وطيبه بتشجع كره القدم فقط لا غير؟ لا، جمهور بتشجع كره قدم بطريقه فيها تحضر، ما عندهاش عصبيه، ما شفتهاش خالص في فترات طويله. انا مش اول مره احضر مباراه للاهلي، من اكتر من 30 سنه انا كنت بشتغل هنا وجي الاهلي يلعب ماتش هنا، وكان مع في وقت كابتن الجوهري الله يرحمه، كابتن هاني مصطفى كان مدير الكوره، ولاعيبه كبار بقى كل العمالقه من الخطيب وماهر حمام وثابت البطل وخالد عبد الله وناس كتيره قوي. الاهلي كسب هنا برضو، وكان والناس عارفه الاهلي يعني، والاهلي نادي عنده انضباط وعنده عنده سيستم، وده بيديله قوه بيميزه. وان شاء الله زي ما بقول لك ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يفوق عليهم بقى ويعمل شغل كويس باذن الله. عايز اكلمه في الفنيات شويه، غياب اجاي ووليد ازارو وغياب كمان عدد من اللعيبه، شايف ان ده ليه تاثير ولا النادي الاهلي بمن حضر كما يقال النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يعود من هنا بثلاث نقاط مهمين؟ النادي الاهلي كيان كبير وكل واحد لابس فنيات النادي الاهلي عارف قيمتها، فلو جيت ناشئين هنا يلعبوا يكسبوا ان شاء الله. سألتك ايه للعيبه، تحب تقول ايه للعيبه قبل المباراه دي؟ كلنا بنتمنى لهم التوفيق اكيد. بنتمنى لهم التوفيق طبعا، بقول لهم انتوا كل واحد فيكم سفير لمصر هنا، ونتمنى انكم ترفعوا علم مصر عالي وتخرجوا منصورين، وفي نفس الوقت تظهروا اخلاق وانضباط وادبيات والتزام النادي الاهلي. واتمنى بجد التحيه من جديد لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، زي ما بنقول اجواء رائعه ومميزه هنا في اوغندا، اكيد بنشكر وبنوجه كل الشكر والتحيه طبعا للسفاره المصريه هنا طبعا بقياده السفير الاستاذ طارق سلام، وايضا كمان نائب السفير الاستاذ هيثم مختار اللي بيدللوا كل الصعوبات المتواجده هنا في معسكر فريق النادي الاهلي اللي تحفزهم بشكل كبير على الفوز في مباراه الاهلي وكامبالا سيتي. بينضم لي كمان زي ما بنقول نائب السفير الاستاذ هيثم مختار، برحب بيك في البدايه وموفقين، مجهود مميز ورائع جدا كالعاده سفاره مصر في اوغندا بتوفر كل السبل الراحه لفريق النادي. بنشكر حضرتك، وطبعا فريق النادي الاهلي اكبر الفرق في القاره الافريقيه وفي العالم كله، واحنا طبعا بنسعد بوجود الفريق في كامبالا، وطبعا هنا هو كل الشعب الاوغندي متوقع مباراه قويه جدا ان شاء الله، ومتوقع يعني ان احنا نكسب ان شاء الله. كمان التنسيق مع الكابتن سمير عدلي ومع النادي الاهلي ومع السفاره يعني تم ازاي الفتره اللي فاتت ده، وازاي قدرنا ان احنا نوصل بالشكل المميز ده يا استاذ؟ حصل طبعا تنسيق مسبق بحوالي اسبوعين لثلاث اسابيع مع كابتن سمير عدلي،
وبصراحة يعني كابتن شخصية محترمة جدا وغني عن التعريف وتاريخه الحافل يعني في الملاعب وفي الإدارة بصفة عامة. فحصل تواصل مع سعادة السفير طارق سلام وحصل تواصل معايا أنا شخصيا، وقدرنا إن احنا نحدد ملعب المباراة وعرفنا إن احنا نشوف ملعب التدريب، وتأكدنا إن كل الأجواء مواتية للنادي الأهلي إن هو يلعب مباراة كويسة ويحقق نتيجة كويسة إن شاء الله. ملعب منديلا عايزين نتكلم عليه، يمكن بس 42 ألف أو 40 ألف مشجع، لكن عايز أتكلم على الملعب بشكل عام والجمهور. هل الجمهور متعصب؟ هل هيبقى في عدد كبير في المدرجات ولا رؤية حضرتك يا أستاذ عايز؟ والله هو الشعب الأوغندي بصفة عامة هو شعب لطيف ويبعد عن التعصب، وطبعا هو أصلا عايز يتفرج على نادي الأهلي باعتباره أنه هو نادي القرن، فهو متشوق ان هو يشوف النادي، وما نتوقعش ان شاء الله يحصل اي نوع من التوتر. وبرضه باكد ان الجاليه المصريه هنا هوت هي مش كبيره قوي، ولكن كلها متشوقه انها تشوف الماتش وتقابل اللعيبه حتى عن بعد يعني، وان شاء الله نحقق ماتش كويس ان شاء الله. انا باخد رساله للعيبه قبل المباراه دي تحب تقول لهم؟ والله ربنا يوفقهم يا رب في الماتش دوت ونكون وش سعد عليهم ان شاء الله. شكرا جزيلا، ميرسي قوي. كل الشكر والتقدير من جديد للنائب السفير الاستاذ هيثم مختار، مجهود رائع ومميز طبعا. مستمرين معاكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بينضم لي كمان في هذه اللحظات ملحق الدفاع المصري هنا في اوغندا الاستاذ حسني النوبي. برحب بيك طبعا استاذ حسني في البدايه، وموفقين كالعاده بالنسبه للسفاره ودورها الكبير اللي بتقدمه للنادي الاهلي. ان شاء الله يكون موفق في مباراه الاهلي وكامبالا ان شاء الله. احنا بنرحب بيكم في كامبالا ورحب بفريق النادي الاهلي في اوغندا، ونتمنى ليه ان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله، وان هو ربنا يكرم كده وننصر الاهلي، ان هو نصر الاهلي ونصر مصر ان شاء الله في الماتش اللي جاي. تحضيرات بالنسبه للسفاره مع التعاون مع الكابتن سمير عدلي ولا النادي الاهلي؟ عايز اتكلم على الفتره اللي فاتت دي، ازاي قدرنا ننسى، ازاي قدرنا نوصل للمرحله دي، لان في مجهود كبير لابد الاشاده بيه يا استاذ. والله هو السفاره يعني من اول هيثم بيه نائب السفير واحمد بيه مدحت قاموا بكميه ترتيبات مع الجهات المختصه في الحكومه الاوغنديه والسلطات الاوغنديه حتى تسهيل اجراءات الاقامه لفريق النادي الاهلي في فندق شيرتون كامبالا، وايضا تم اتخاذ الاجراءات الامنيه ودي مهمه جدا هنا في كامبالا لحسن تامين النادي الاهلي اثناء تحركاته من اقامته الى الملعب، وان هو يسهل له ويفتح له طرق داخل كامبالا. عايز احدد يوم المباراه بالذات والتامين الخاص بيوم المباراه، يعني يمكن شفنا قبل كده في بلاد افريقيا بيكون التامين ضعيف شويه، لكن انا ممكن مع اللي احنا شايفينه ده لا هيكون تامين على اعلى مستوى، عايزين ناكد كده برضه يا استاذ. ان شاء الله باكد ان شاء الله فرقه الاهلي ان شاء الله جم اتخاذ مع السلطات المختصه في كامبالا من اجل زياده الاجراءات الامنيه ليهم داخل كامبالا، من حيث ان شاء الله ما يحصلش اي سوء لفريق الاهلي اثناء اقامته في اوغندا ان شاء الله. اللعيبه قبل المباراه كلنا بنتمنى لهم التوفيق، حابب تقول لعيبه النادي الاهلي؟ ان شاء الله لهم ان شاء الله كل جماهير مصر وليس جماهير الاهلاوي بس معاهم، نتمنى لهم الفوز ان شاء الله ويعوضوا ان شاء الله التعادل اللي حصل الماتش اللي فات. معنا في هذه اللحظات سكرتير تنس السفاره المصريه في اوغندا الاستاذ احمد مدحت، مرحب بك في البدايه. وزي ما بنقول وقلنا طبعا لسياده السفير طارق مجهود رائع كالعاده من السفاره، اكيد لابد من الاشاده بيه. تحت امركم والله ومنورين، ونتمنى للبعثه التوفيق وللفريق ان شاء الله الفوز وترجعوا ان شاء الله منصورين. ترى مباراه الاهلي وكامبالا، بتشوف المباراه ازاي وشايف فرص النادي الاهلي كمان في هذه المباراه؟ والله يعني هو نادي كامبالا سيتي نادي يعني يعتبر اكبر نادي في اوغندا وليه جماهيريه وشعبيه كبيره، وهم كمان يعني بيحبوا الكوره، وفريق النادي الاهلي يعني زي ما انتم ملاحظين يعني في احتفاء وحفاوه كبيره جدا بيه، هم فاهمين كويس ان هو نادي كبير وفاهمين فرق الامكانيات والخبره، ومع عندهم امل ان هم برضو يادوا، ولكن ان شاء الله فرق الخبره يصب في مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. منك كلمه او رساله للعيبه وكابتن حسام قبل المباراه المهمه دي، تحب تقول لكابتن حسام ايه كل لعبة النادي الأهلي؟ أقول لهم بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تعملوا نتيجة كبيرة تصححوا بها المسار، بما أني أهلاوي يعني فتصححوا بها إن شاء الله المسار في البطولة بإذن الله. بما أنك أهلاوي بقى لازم أسألك بقى، غياب أجاي وليد أزار وعلي معلول ده يبقى ليه تأثير ولا عندنا ثقة كبيرة في اللعيبة وإن شاء الله يكون المتواجد والبديل موفق بإذن الله؟ لا إن شاء الله الفريق يأدي بإذن الله، وبعدين النادي الأهلي نادي كبير كل اللعيبة فيه يعني مستوياتهم متقاربة جدا، وما يتأثرش يعني بغياب يعني لعيب أو اثنين، وإن شاء الله بالتوفيق. بينضم لنا كمان في هذه اللحظات الاستاذ احمد الطنيخ المستشار الاعلامي للسفاره المصريه هنا في اوغندا، اللي اكيد طبعا بنحييه على المجهود الكبير بجانب طبعا سفيرنا هنا الاستاذ طارق سلام، على المجهود الكبير اللي بتقوم بيه السفاره. لو بخص طبعا بحضرتك برحب بيك في البدايه بالنسبه على شاشه قناه النادي الاهلي، مجهود مميز من الاستاذ احمد ومن السفاره مع النادي الاهلي وايضا كمان مع البعثه الاعلاميه المرافقه للنادي الاهلي. اهلا وسهلا، طبعا مشرفينا في اوغندا وان شاء الله بالتوفيق للفرقه، وطبعا احنا بالسفاره بدات الاستعداد لاستقبال الفرقه من اسبوعين ثلاثه،
وفور وصول الكابتن سمير عدلي الاسبوع اللي فات بدانا استقباله في المطار وتجهيز الفندق، وجينا زرنا الملعب الرئيسي اللي هتلعب عليه الماتش ان شاء الله، وحجزنا ملعب الفرع اللي بيتم عليه التدريب الان، والسفاره كلها بدات من السفير طارق سلام وباقي اعضاء البعثه على اهب الاستعداد لاستضافه الفرقه، والتوفيق ان شاء الله، وحاجه باسم مصر وحاجه شرف لينا طبعا وجودكم، والتوفيق ان شاء الله. لو بنتكلم على المؤتمر اللي هيكون متواجد بكره برضه، عايزين نتكلم على ميعاده هيكون متواجد ايه، لان المؤتمر ده كده هو اللي بيسبق المباراه استاذ احمد. طبعا بكره ان شاء الله في الملعب الرئيسي ملعب بانديلا، الملعب ده تقريبا بيسع حوالي 42 الف متفرج. طبعا الماتش يوم الثلاث ويوم عمل في اوغندا هنا والساعه 4، فالتوقعات ان الحضور الجماهيري مش هيبقى بقدر المزعج يعني للفرقه ان شاء الله. وفي بكره ان شاء الله مؤتمر صحفي للاعلان عن كافه التجهيزات، واظن هيسبقه الاجتماع المشترك بين بحضور ممثلين الفرقتين ولجنه الحكام اظن من جنوب افريقيا، هيبقى في حد برضه من اعضاء السفاره ان شاء الله حاضر لانهاء كافه التجهيزات. طبعا الفريق الوفد الاعلامي المرافق للبعثه ان شاء الله يحضر بكره، والكابتن جمال جبري موجود ان شاء الله، واظن الكابتن حسام بدري والكابتن سالم حفيظ هيحضروا من الجانب المصري، وطبعا مناظيرهم من فرقه كامبالا سيتي. فالمؤتمر بكره ان شاء الله الساعه 2:30 بتوقيت كامبالا هنا يتم فيه كافه التفاصيل السريه للماتش ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. الاعلام هنا بيتناول وجود النادي الاهلي ازاي؟ الصحف بتكتب عن ايه؟ وهل فعلا متشوقين لهذه المباراه؟ لان النادي الاهلي يمكن اكبر الانديه ونادي القرن زي ما احنا بنقول عليه. انت طبعا كده حضرتك كنت موجود في المطار وشفت الاستقبال كان عامل ازاي، والاعلاميين كانوا موجودين ازاي، ولحد النهارده في تدريب في قناه الرياضيه المتخصصه موجوده، وعامل سجلت مع سياده السفير ومع الكابتن خالد مرتجي وبعض الجهاز على استعداد. الكابتن حسام عمل مداخله امبارح برده وقت وصوله في الفندق مع احدى القنوات الرياضيه. الصحف طبعا كلها صفحات الرياضيه كلها ما عندهاش حاجه غير الاهلي، طبعا مصر بالنسبه لهم والاهلي نادي القرن، فهم طبعا يعني متشوقين جدا للقاء ده، وان شاء الله باذن الله انا ما عندهم توقع ان احنا هنفوز، وان شاء الله ان شاء الله مش هخالف توقعاتهم، ومتوفيق ان شاء الله.